صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 87 لسنه 2023 بتعيين مدير في مجلس المناقصات والمزايدات وذلك بناء على عرض رئيس مجلس المناقصات والمزايدات جاء فيه يعين السيد لؤي علي عبد الحلو مديرا لاداره المواصفات الفنيه والتاهيل في مجلس المناقصات والمزايدات